فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو أكثر الأنواع فقر الدم شيوعاً يصيب جميع الفئات العمرية. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقارب من 25% من سكان العالم يعانون من فقر الدم، ويعود نصف هذه الحالات إلى نقص في الحديد. أسباب فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد هي اتباع نظام غذائي فقير من مادة الحديد، زيادة في الاحتياجات من مادة الحديد مثل في حالة الحمل، مشاكل امتصاص الحديد من طرف الأمعاء. من أشهر أعراض نقص الحديد هي التعب، ضيق التنفس عند بذل المجهود مع تسارع في ضربات القلب، الصداع وشحوب الوجه. يتم تأكيد فقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الجسم من خلال تحليل عنصر الحديد في الدم فير سيريك وتحليل مخزون الحديد في الجسم فيريتين، لكن يمكن ملاحظة هذا النقص من خلال تحليل الدم الشامل أفاناس من خلال هذه القاعدة، وهي يون أنيمي فيريبريف إتون أنيمي ميكروسيتار إيبوكروم. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو أنيمي ميكروسيتار، يعني VGM لو فوليوم جلوبولار موين ديموغلوبين يكون أقل من مستواه أو معدله الطبيعي VGM الطبيعي من 80 إلى 100. في حالة فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يكون VGM أقل من 80. أيضا فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد يكون أنيمي إيبوكروم، معناها أن CCMH الذي هو لا كونسنتراسيون كوربسكولار موين ديموغلوبين يكون هو أيضا أقل من معدله الطبيعي. المعدل الطبيعي للCCMH يكون من 31 إلى 35 جرام بار ديسيلتر. في حالة فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد يكون CCMH أقل من 31. إضافة إلى ذلك، نقص الحديد يؤدي إلى نقص في معدل الهيموغلوبين في الدم عن معدله الطبيعي، وعند القيام بمسحة دموية فروتي نلاحظ أن كريات الدم الحمراء تكون صغيرة الحجم، نقول عنها ميكروسيتوز، وبأشكال متغيرة يعني ويكيلوسيتوز، ولونها شاحب نقول عنها إيبوكرومي. علاج نقص الحديد يتمثل في الكشف عن سبب هذا النقص. هناك حالات تستلزم نقل الدم للمريض، وهي الحالات الأكثر خطورة، حيث يكون نقص الحديد في الجسم نقص كبير جدا يؤدي إلى نقص كبير في نسبة الهيموغلوبين في الدم، وهذا ما يستدعي عملية نقل الدم بشكل استعجالي. هناك حالة أخرى يتم فيها علاج الحديد عن طريق الحقن الوريدي، إذا تم الكشف أن سبب نقص الحديد في الجسم يعود إلى بعض أمراض الجهاز الهضمي التي تمنع امتصاص الحديد. يتم أيضا العلاج بالحبوب في حالة نقص الحديد الناجم عن سوء التغذية. البروتين الحيواني والبروتين النباتي يحتويان على عنصر الحديد، لكن يتميز البروتين الحيواني أنه سهل الامتصاص، ويساعد أيضا امتصاص الحديد الناتج من البروتين النباتي. لذلك الغذاء الحيواني يشكل عنصر مهم جدا في الجسم كمصدر للحديد.